تعليم الجيزة يوفر كعك العيد بأيدي طلاب المدارس الفنية الفندقية. أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة منافذ بيع مستلزمات عيد الفطر المبارك من الكعك والبسكويت والحلوى والذي تم إنتاجه بأيدي طلاب مدارس التعليم الفندقي. وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن كعك وحلوى العيد بجودة عالية وبأسعار مخفضة للمواطنين وتحت إشراف طبي وإجراءات صحية كاملة في التعبئة والتغليف.